من يمارس هذا السيناريو في المناطق الغربية والمناطق المحررة ويمارس سياسة تكميم الأفواه والخوف من أن يكون لهم وجود ورأي في هذه المناطق؟ من المتفضل عليها حتى يكمم أفواهها؟ ما حد متفضل، بس أكو ناس مستفيدة من هذا الوضع، مستفيدة من هذا الوضع وتتصرف بطريقة يعني بها نوع من القمع، بها نوع من الابتزاز للناس، بها نهب ثروات المحافظات هذه. بدأوا يجمعون ثروات كبيرة جدا، بدأوا يشترون ذمم بعض مع الأسف بعض الشيوخ بهذه الأموال اللي تسرق من عندهم ويعطوهم قسم من عندها مرة ثانية، فمسكتين القسم. لكن إذا 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 صار حساب على هذه السرقات اللي حصلت وعلى يعني الاتهامات الباطلة اللي تحصل على هذا الطرف أو ذاك، مجرد أن واحد يتكلم بالحق يروح يحطون عليه مذكرة 4 إرهاب لو تهمة ثانية ويرمى في التوقيف. هذا الموضوع ما راح يستمر، واكو وعي الحقيقة يكبر يوم بعد يوم عند هاي الناس انه ما معقول يستمر هذا الوضع السيء بهذه الطريقة.